هقول لكم بعض العينه واقول لكم بالكامل موقف اللعيبه واحد واحد ايه بالظبط، عشان تبقوا عارفين المسائل من مصادرها الرئيسيه او المسؤوله. لما تلاقي الاهلي يكثف تجهيز ربيعه، حسم مصير صالح، جيرالدو يماطل، الشناوي بديلا للشناوي، وجاد وبسام في الصوره. يعني تقريبا خلصت على مرمى الاهلي. عايز تجيب الشناوي مكان الشناوي، طب هو الشناوي بتاعنا، ما انت سمعت عنه كل كلام انه الراجل لا يفكر ابدا في ترك الاهلي الا لو الاهلي مش عايزه، واصبح واحد من ايقونات الفريق بجد، ومن العناصر المؤثره، وواحد من كباتن الاهلي. فجاه عايز تجيب الشناوي مكان الشناوي. طبعا ساعات لما الشناوي كان في الزمالك محدش كان يجرؤ يفتح بقه ولا يتكلم، لكن الشناوي في بيراميدز خلاص اضرب شناوي الاهلي. ده المنظر اللي انتوا شفتوه. سالت هل الاهلي عنده تخطيط للتعاقد مع حارس مرمى؟ هل الاهلي فاوض مع حد من الحراس دول؟ اكد لي الكابتن امير توفيق مدير التعاقدات في النادي الاهلي انه مفيش حتى تفكير في الاستعانه بحارس مرمى جديد، لم يطلب منه التفاوض مع اي حارس مرمى جديد، مش موجوده كفكره، مش موجوده. جبتوا الكلام ده منين بقى؟ فضيت مرمى النادي الاهلي وفوضت بسام وفوضت معرفش مين، جاد والسعداني، فجاه مشيت الثلاث حراس. هل ده منطق؟ هل ده كلام؟ هل ده بيحصل مع بقيه الناس؟ هل حد سال عن بقيه الحراس في الانديه الثانيه عامله ازاي؟ لكن خلينا نكشف كل هذا الزيف من مصادره. الاهلي لا يفكر في التعاقد مع حارس مرمى جديد. الاهلي لا يفاوض اي حارس مرمى. الاهلي مش في خطته استخدام حارس مرمى جديد. الاهلي لن يستغنى عن احد من حراسه. ده تاكيدات الكابتن امير توفيق مسؤول التعاقدات. معرفش بعد كده الناس بتجيب الكلام ده منين. زي ما هتلاقي برضو عروض الاعاره تنهال على احمد ريان، والاهلي يطالبه بتمديد عقده. الشيخ يطالب الرحيل من الاهلي، واللاعب رفض الاعاره والبيع النهائي في انتظاره. خلينا نفتح دفتر احوال الفرقه كده واحد واحد. كلام عن سيرينيو، والكلام عن مفاوضات مع سيرينيو، وقت ما في حاجه بتخلص الاهلي بيعلنها. وقت ما بتبقى في حاجه حقيقيه الاهلي بيعلنها. لكن هبدا لكم باخر صفقه مهمه الاهلي هيعلن عنها في اقرب وقت، لانها تقريبا تم حسمها. بدر بنون مدافع الرجاء الدولي، مدافع الرجاء المغربي، لاعب مهم. والاهلي لما جايبه جايبه بمواصفات معينه. الاهلي عنده مشكله في القيد. الناس اجتهدت، المهندس فرج عامر ابدى استعداده انه يقدر يستعير بدر بنون يلعب مع سموحه لغايه الشتاء. النادي الاهلي مؤكد لا يفكر في هذه الخطوه. هو جايب بدر بنون كلاعب دولي، كمدافع كبير، كواحد من العناصر المهمه جدا لتدعيم الفريق. عند الإعلان عن التعاقد معاه هيكون الهدف الاحتفاظ بيه، استمراره مع الفريق، حل مشكلة القيد بكل الوضوح. فلا تفكير في إن أنت تعمل تجيب بدر بنون كراجل محترف مغربي كبير ولاعب دولي وتقول لي هنعيره أو هنسلفه لحد شهرين ثلاثة. طبعا كل التقدير لنادي سموحة وكل التقدير لحرص المهندس فرج عامر على إنه أولا يستفيد لناديه ويحل مشكلة للأهلي إذا كانت موجودة مشكلة. فما فيش مشكلة. بدر بنون لما يعلن النادي الأهلي عن التعاقد معاه هيكون بهدف تدعيم الفريق وإتاحة الفرصة ليه كاملة من البداية. عمار حمدي إعارة إلى نادي الاتحاد السكندري. طبعا عمار الأهلي أعاره سنتين. حد يقول لي طب هو النادي الأهلي هيعيره وهيقدر يجيبه؟ إن عمار لاعب مهم، بس في مركزه الأهلي عنده وفرة، الأهلي عنده حرص على اللعيب المميز ياخد فرصة من اللعب، ياخد فرصة لساعات مشاركة أكتر، صقل موهبته، تجهيزه بشكل أحسن، إتاحة الفرصة ليه إنه ياخد خبرات من المشاركة الأفضل. فكان الاتفاق على إعارة عمار حمدي لنادي الاتحاد موسمين، لكن الأهلي يحق له يرجعه في الموسم الأول. تقدر تجيبه من أول موسم، فأنت كده بتحتفظ بقوتك، زي اللي حصل بالظبط مع كريم يحيى. الباك اليمين الشاب
كان معار الموسم اللي فات لسموحة، انت بتعيره للاتحاد السكندري، بعته بيع نهائي، بس البيع يدي للاهلي احقيه الشراء، تقدر تشتريه بعد الموسم الاول. اذا كنت شايف بعد الموسم الاولاني انه كريم يحيى محتاج تجيبه، عقدك مع الاتحاد وفي تعاون واضح مع الاستاذ محمد مصلحي انك تقدر تستعيده تاني بعد الموسم الاول. وده اللي الاهلي عمله كمان مع الجونه، اداله محمد الجزار، جدد اعاره محمود الجزار للجونه، مدافع مهم جدا عايز ياخد فرصه للعب. اذا كانت صعوبه المشاركه دلوقتي مع الاهلي تبقى اصعب شويه، خلاص الراجل عامل الموسم اللي فات كويس جدا مع الجونه، تم تجديد موسم الاعاره له مع الجونه، وتقدر ترجعه بعد الموسم ان شاء الله. طبعا لعيبه المنتخب اللي هم عندهم فرصه للظهور في طوكيو، فبالتالي حتى كابتن شوقي غريب كان عنده تصور انه اللعيبه بتاعه المنتخب اللي هم من الافضل تاخد فرص للعب، من الافضل اللي موجود في نادي بيلعب فيه يا ريت يفضل محافظ على فرصه المشاركه. وده اللي حاصل مع احمد ياسر ريان، زيه زي محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم مدافع قوي، مدافع مهم جدا، من المدافعين اللي ليهم مستقبل ان شاء الله كويس. واحمد ياسر ريان فرود ما شاء الله عليه، لكن محتاج لعب، محتاج خبره، محتاج فرص دايما للمشاركه. ففي عروض كتيره لاستعارتهم لم يستقر الجهاز الفني وجهاز الكوره مع لجنه التخطيط والكابتن امير توفيق على تحديد وجهه الاعاره بالنسبه لاحمد ياسر ريان يرجع للفريق دلوقتي او تجديد اعارته او انتقال لاي الانديه اللي راغبه في استعارته. مؤكد انه احمد ياسر ومحمد عبد المنعم الاثنين من العناصر الصاعده المهمين جدا. في كمان انتقال على سبيل الاعاره ممكن تسمعوه بكره او بعده بالكتير، وده في شكل التعاون الكويس بين الاهلي ونادي البنك الاهلي. البنك الاهلي طالب محمد فاخري وطالب شادي رضوان، الاثنين من العناصر ما شاء الله المميزين جدا، فاخري وشادي. طيب هل رؤيه موسيماني يفضل محتفظ بالاثنين وما ياخدوش فرص للعب، ولا زي اللي حصل مع ناصر ماهر؟ ما انت بترجع ناصر ماهر وبترجع شريف، بتدعم قوتك وبترجع صلاح محسن، كل العناصر ديت اكرم وصلاح محسن وناصر ماهر ومحمد شريف، الاربعه خلاص رجعوا وهينتظموا في التدريبات بشكل اساسي. دي قوه مضافه قويه جدا. شادي رضوان ومحمد فخري الاثنين على ابواب البنك الاهلي، واقفين على مكنه الاي تي ام بتاعه البنك الاهلي. كابتن محمد يوسف هيبقى عنده رغبه شديده انه يقدر يستعين باكبر عدد من لعيبه النادي الاهلي، ففرصه ان محمد يوسف موجود بيبني فرقه كويسه جدا في اداره مستقره، فيبقى في تعاون ايجابي كويس جدا مع البنك الاهلي اللي خلاص على وشك استعاره فخري وشادي رضوان. ده تقريبا دفتر الاحوال الحمراء كلها بكل ما فيها. وعلشان كده عايز اقول لكم طبعا جيرالدو وباجي الاثنين موجودين مع منتخباتهم. جيرالدو موجود في منتخب انجولا، اتكلم ناس كتير اتكلمت على انه اول اغسطس الانجولي قرب من شراء جيرالدو، حتى الان ما فيش حاجه تمت زي كده خالص، لا اول اغسطس ولا اخر اغسطس، حتى الان ما فيش حاجه لجيرالدو مع اول اغسطس الانجولي. في عروض في عروض، في محاولات في محاولات، في رغبه من اللاعب في البقاء، في رغبه من اللاعب في البقاء، لكنه موجود مع منتخب بلاده زي ما علي معلول التونسي موجود مع المنتخب التونسي في الفتره الحاليه، واليو ديانج موجود مع منتخب مالي. دول اللي موجودين مع منتخباتهم. لكن موسيماني كمان بيعقد جلسه منفرده مع سعد سمير للاطمئنان على حالته، واحمد الشيخ بيؤدي جلسه في الجيم وتدريبات تاهيليه، والاثنين من العناصر المهمين في الفتره اللي جايه. مين اللي هيتسجل؟ مين اللي هيمشي؟ مين اللي هيعار؟ مين اللي هينتقل؟ محدش يقدر يقول الكلام ده دلوقتي والفريق عنده نهائي افريقيا. فاللي انتم بتسمعوه ده هدفه المباشر والاساسي ضرب استقرار الفريق.